بداية قوية للموسم على صعيد البطولات والتتويجات من خلال الفوز بلقب السوبر الإفريقي قبل انطلاق مشوار استحقاقات القارية سواء بدوري أبطال إفريقيا أو بكأس الكونفدرالية، وغالبا مباريات من هذا الحجم كتحسمها جزئيات بسيطة وتحكمها القراءات التكتيكية من خلال اعتماد النهج الأنسب من أجل التفوق في اللقاء. نذكر بأن المواجهة اللي كتعرف حضور رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتيسيبي اللي وصل إلى مطار الرباط سلا لحضور اللقاء النهائي، وبعد ذلك عرب في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتيسيبي عن سعادته للتواجد من جديد بالمغرب، وليأكد بأن وصول فريقين المغربيين للسوبر الإفريقي جاء نتيجة استثمار والتزام متواصل للمغرب للنهوض بمجال كرة القدم. صورة جميلة لجماهير الفريقين، ولو أن كيبان بأن جماهير الوداد تقريبا الآن الجهة اليسرى بأكملها حضور كبير، كذلك جماهير النهضة البركانية رغم ذلك فهي حاضرة من أجل مساندة وتشجيع فريقها في هذه المواجهة. عرس كبير، عرس إفريقي على الأراضي المغربية، عرس بين فريقين عندهم مكانتهم على مستوى كرة القدم العربية والإفريقية، الوداد الرياضي البيضاوي والنهضة البركانية. نتمنى أنه يقدموا كل ما عندهم في هذه المواجهة، اللقاء اللي غادي يحضر فيه الضغط النفسي لقيمة الفوز بلقاء نهائي، وهي كتختلف من حيث التعاطي معها مقارنة مع باقي المباريات واللقاءات يمكن كنتابعوها المحلية. كل مدرب وضع سيناريوهات والقراءات الخاصة. إذا أمامنا تشكيلة ديال الفريقين، الوداد يدخل بالمجموعة الثانية، حسين عموتة اختار أحمد رضا التقناوتي في حراسة المرمى، باقي اللاعبين أيوب العملود، أمين أبو الفتح، أرسين زولا الكونغولي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، جمال الدودي، أيمن الحسوني، حميد أحداد، بادي عوك وبولي سامبو على مستوى الاحتياط، هناك اسماعيل مترجي، حسين بن عياده، زوير مترجي، رضا الجعدي، محمد أنجم، سيف الدين بوهرا، ويوسف المطيع. هذه التشكيله الاحتياطيه لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. اذا دخول حميد احداد كارسمي في هذه المواجهه، اللاعب السابق لفريق الوداد. امامنا طاقم تحكيم هذه المواجهه، حكم الجزائري مصطفى غربان، واللي غادي يقود اللقاء بمساعده عبد الحق شليلي، ومقرن كوراري، الحكم الرابع بن ابراهيم الحلول، مراقب هو البروندي باسيفيك ندابيا، على مستوى غرفه الفار الموريتاني دحان بيدا والحاج مالك السنغالي. امامنا عميدي الفريقين يحيى جبران عميد فريق الوداد، والبوركينابي يوسفو دايو الذي يقود كتيبه فريق النهضه البركانيه، عناق وروح رياضيه كبيره. وكما قلت بان امامنا جوج ديال الفرق اللي نتمنوا انهم يعطونا صوره جميله اللي تاكد التطور الكبير لكره القدم الوطنيه، واللي رجعت مره اخرى واعادت الاشعاع على مستوى الكره المغربيه قاريا. قلت دحان بيدا والحاج مالك السنغالي اللي كيقودوا غرفه وتقنيه الفار في هذه المواجهه. فريق النهضة البركانية وعبد الحق بن شيخة الإطار الجزائري فاختار المجموعة الثانية، حمزة حمياني في حراسة المرمى، باقي اللاعبين يوسفو دايو كعميد عبد الكريم بعدي، حمزة القراقي، حمزة المساوي، ياسين البحيري، بكر الهلالي، سفيان المدن، تشادراك لوكومبو الكونغولي، وشرقي البحري على مستوى الاحتياط، أمين الوعد كحارس، إبراهيم البحراوي، يوسف الفحلي، يوسف الزغودي، المهدي أوبيلا، أداما با الموريتاني، وجبريل شيخ وطرة اللي كان معار لفريق أولمبيك أسفي اللي حاضر على مستوى الاحتياط في هذه المواجهة. نذكر بأنه على مستوى الأرقام والمعطيات آخر مواجهة كانت على مستوى منافسات كأس العرش، النهضة الأمريكية اللي حقق اللقب بضربات الجزاء، كذلك دوري أحمد التيفي، النهضة الأمريكية انتصر بجوج صفر ولو أن الوداد لعب بالفريق الثاني. إلى خدينا منافسات الدوري الاحترافي الموسم الماضي، ففريق الوداد انتصر ذهابا وإيابا جوج صفر في لقاء الذهاب، لافي مؤيد اللاعب الليبي ومبيزا هداف الدوري الاحترافي الموسم الماضي سجل الهدف الثاني، ثم لقاء الإياب 1-0 هدف جيم بيزا لفائدة فريق الوداد. صورة جميلة للملعب ولأجواء اللقاء، كل فريق سيحاول أن يقدم كل ما عنده في هذه المباراة.
نذكر بانه هذا اول لقاء كيجمع بين فريقين مغربيين على مستوى كاس السوبر الافريقي، ولكن عربيا كان هناك مواجهة 94 الاهلي والزمالك، كان فوز فريق الزمالك 1-0 لقاء اللي كان ضرب جوهانسبورغ بجنوب افريقيا. 97 الزمالك والمقاول العرب، ضربات جزاء 4-2 للزمالك كان دارت بملعب القاهره، وثالث مواجهه كانت تونسيه خالصه 2008 النجم الساحلي التونسي وفريق الصفاقسي، هدفين لهدف واحد كانت بالملعب الاولمبي براديس. واليوم بالمجمع الرياضي الامير مولى عبد الله تعطات انطلاقه لمباراه الوداد امام النهضه البركانيه. كل التوفيق للفريقين، كما قلت الفائز والمنتصر والذي سيحمل هذا كاس السوبر سيكون مغربيا. الكره في الشرط كانت المتابعه ديال اللاعب الشرقي البحري، سننتظر تنافس كبير وقوي خصوصا على مستوى وسط الميدان، كل فريق سيسعى انه يكون سباق للكره. نذكر بانه الوداد على مستوى بدايه وقصر شريط الدوري الاحترافي، الجوله الاولى كان تعادل امام فريق الفتح الرباطي بهدف لمثله، هدف اللي كان سجله ايمن الحسوني، فيما اللقاء الثاني والجوله الثانيه كان فوز فريق الوداد 3-0 مقابل هدف واحد في وقت المحاوله ايمن الحسوني، ولكن هناك العوده ديال اللاعب تشادراك. قلت الوداد انتصر 3-1، يحيى عطيطلة جونيور تامبو سينغالي سجل الهدف الثالث، وايمن الحسوني سجل الهدف الثالث. النهضة البركانية جولة أولى فانهزم بالميدان 1-0 أمام حاسية أكادير هدف أيوب الخضر اللي كان أول هدف على مستوى الدوري الاحترافي، والجولة الثانية فتعادل مع فريق الجيش الملكي بهدف ريميتلي. اللقاء اللي كان دار هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، رضا سليم الجيش الملكي وحمزة الكراكي للنهضة البركانية واللي كانت عنده حالة طرد في الأنفاس الأخيرة من المباراة. كنتابعوا التقدم اللي كان ديال بكر الهلالي لاعب سابق لفريق الوداد، نفس الشيء بالنسبه لسفيان المدن. ضيفوا اليوم ياسين البحيري امامنا اللي كان كذلك من صفقات اللي بحث عليها فريق الوداد. فالوقت لاحمد رضا التقناوتي سبق له احمد الوان فريق النهضه البركانيه، هذا ما يمكن الا انه يعطي صراع وحماس داخل رقعه الميدان. أمامنا حسين عموتة الذي يبحث عن الكأس القارية، يجلب كذلك هشام الإدريسي للقب الوطني ومن الحراس فريق الوداد. أمامنا أيمن الحسوني، كان هناك إصابة، الحكم طلب من الطاقم الطبي التدخل. عبد الحق بن شيخة تفكير في اللقاء، قراءة تكتيكية للفريقين، كان هناك تغييرات كبيرة على مستوى الانتدابات وعلى مستوى التركيبة البشرية ديال الفريقين. الوداد اللي استقدم كل محمد أوناجم، كذلك الحسين بن عيادة اللاعب الجزائري، سيف الدين بوهرة، عماد خنوس، سينغالي جونيور تامبو، كذلك يوسف مطيح حارس مرمى السابق لفريق الشباب المحمدية، حميد الحداد، همام باعوش، أرسين زولا، سماعيل مترجي، إلى جانب كل من سهيل العمري، مروان أهرو، أصحابي زهير. في الوقت اللي غادروا كل من تسومو للدوري الروماني، فسخ عقد الإيفواري الشيخ كومارا، كذلك أشرف داري اللي انتقل للدوري الفرنسي رفقة فريق بريست، كذلك الجزائري عماد الدين بن بوكر اللي فسخ العقد بعد ما اقتنعش حسين عموتة بإمكانية عماد الدين بن بوكر، كذلك أشرف قدرين لإعارة لفريق المدي وجدية، نهاية عقد أيوب سكومة، أنس سرغات إعارة المدي وجدية، عدد من اللاعبين اللي ما دخلوش في المفكرة ديال حسين عموتة، كالوردي، كشعيب فيدي، كإلياس زهير، كفافا، وعدد من اللاعبين. سعوا لفريق النهضة البركانية وجديد النهضة البركانية الكرة على مستوى الدفاع، حاول فريق النهضة البركانية منذ البداية أنه البناء الهجومي انطلق من الدفاع. ياسين البحيري تدخل والكرة في الشرط، من جديد هناك إصابة ديال أحد لاعبي فريق النهضة البركانية، هذا اللاعب صوفيا المدن لاعب اتحاد طنجة وكذلك لفريق الوداد. من انتدابات ديال النهضة البركانية هناك فيكتور ريان أدي مايور لاعب سابق للدرك النيجيري، ثم عبد الواحد حستي من يوسف برشيد، حمزه السمومي لاعب المدي وجديه، وكذلك ياسين البحيري، عادل تاحي من شباب محمديه، والبوركينابي الشيخ جبير الوطرة بعد اعاره من اولمبيك اسفي. امامنا الشخصيات الحاضره في هذه المواجهه، لا اصوم باتريس موتيسيبي رئيس الاتحاد الافريقي،
كذلك السيد فوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وشكيب بن موسى وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، رئيسي الفريقين وعدد من الشخصيات الحاضره في هذا الكاس الافريقيه والكاس القاريه. نتابع جماهير الوداد حاضره بقوه مسانده فريقها في هذه المباراه، كذلك جماهير النهضه البركانيه اللي انتقلت رغم طول المسافه ولكن حاضره كذلك من اجل مسانده فريقها في هذا اللقاء. النهضه البركانيه غادروا كل محمد عزيز الاتحاد الرياضي التروكي الى جانب عمر النمساوي، العربي الناجي انتقل الجيش الملكي، اسماعيل مقدم للرجاء، وتويسيلا المعار لفريق بتنزانيا. كلموا الان الدقيقه السادسه، دائما تعادل سلبي صفر لمثل بين الفريقين، حكم كيعلن الخطا لفائده فريق النهضه البركانيه. كنقول بانه بسته ديال الدقائق مازال ما تابعناش اشياء كثيره، هناك حيطه وحضر وهذا شيء عادي بين الفريقين في بدايه هذه المواجهه. الكره المغربيه كانت حاضره في خمس نسخ اخيره، فزنا بلقبين في انتظار اللقب التالي، 2018 الوداد فاز على تي بي مازيمبي، 2019 الرجاء فاز على الترجي، 2020 غبنا على هذا الكاس الترجي اللي كان واجه الزمالك، 2021 الاهلي اللي كان فاز على فريق النهضه البركانيه، النسخه الماضيه الاهلي اللي كان تفوق على فريق الرجاء في انتظار نسخه الموسم الماضي. المغرب اربعه ديال الالقاب، الوداد المغرب فاسي لقب واحد كان امام الترجي، والرجاء بلقبين 2000 امام افريكا سبور و2019 امام الترجي التونسي. كيبقى الفريق المصري ب 12 لقب، 8 الاهلي المصري و4 لفريق الزمالك. في الوقت اللي خسرنا 7 ديال الالقاب، الوداد امام افريكا سبور والرجاء امام النجم الساحلي التونسي، والوداد مره اخرى امام الزمالك، الجيش امام الاهلي المصري، والفتح الرباطي امام تي بي مازيمبي، النهضه البركانيه امام الاهلي المصري، والرجاء كذلك امام الاهلي. هناك خطا لفائده فريق الوداد، والكرات الثابته بامكانها تكون حل من الحلول في هذه المواجهه، سواء على مستوى ضربات الاخطاء او مستوى الزوايا. وراء الكره يحيى عطيطله، في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه انه يعطيو الامتار القانونيه. حسين عموته، هدف مبكر سواء للوداد او للنهضه البركانيه، غادي يعطينا صوره اخرى لهذا اللقاء. يحيى عطيطله هي السعيد لتنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته. جوج اللاعبين الان اللي كيشكلوا الحائط بالنسبه لفريق النهضه البركانيه، حمزه حبياني في حديث مع اللاعبين حتى يكون هناك حراسه فرديه وصعود اكثر من لاعب داخل منطقه الجزاء. لعبات الكره دائريه، فرصه راسيه، ودائما الخطوره، تسديده قويه لبولي تسامبو جونيور امامنا اللاعب سينيغالي، لاعب سابق لفريق تونغيت وكذلك لفريق جرف دكر السنغالي، 23 سنة فقط بالنسبة لهذا اللاعب. انتبهوا من جديد هذه التسديدة القوية اللي مشات فوق المرمى، كذلك تضيع هذه المحاولة كنعتبروها الأولى في اللقاء لفائدة فريق الوداد. إذا ضربة مرمى، حمزة حميالي يستعد لتنفيذ هذه ضربة مرمى. كرة طويلة، يحيى عطيطله كيبعد الخطورة خارج أرضية الملعب، وشرط لفائدة فريق النهضة البركانية. عبد الحق بن شيخة بحث عن الحلول، نتمنى بانه الايقاع يكون ايقاع سريع، كل ما كان الايقاع سريع بامكاننا نتابع محاولات لتسجيل. تدخل يحيى عطيطله، مشات الكره والابعاد من العميد يوسف ضيو. مره اخرى ايمن الحسوني لو يتوج باللقب سيكون اللاعب المغربي اللي يتوج بنسختين لقبين. كان حاضر مع الجيل اللي كان فاز امام تي بي مازيمبي، كان هدف لينا شيء، اللقاء اللي كان داره الحكم الزامبي جاني سيكازوي، وكان سجل الهدف الواحد دقيقه 83 امين تيغزوي. المجموعه كانت العروبي، العطوشي، النقاش، الكارتي، سعيدي، حداد، بابا توندي، وتيغزوي. يمكن نقول رحيل كومارا، فخلى الفرصه الان امام ايمن الحسوني تحقيق هذا المبتغى. استطاعت الكره لسفيان المدن، النهضه البركانيه اللي ظهر بوجه قوي في كاس الكونفدراليه الافريقيه،
يصبح كنقول من الفرق المختصة في هذا الكأس القارية، اللقب الثاني اللي فاز من خلاله على حساب أورلاندو بيرتس من جنوب إفريقيا، وكان مسار قوي ومسار ناجح لفريق النهضة البركانية صاحب القاعدة الجماهيرية، والسحاد عند الآن عنده خبرة وعنده تجربة في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المباريات والمناسبات الكبيرة. لعبات الكرة طويلة، البحث على تسامبو جونيور، تسامبو جونيور خدع الكرة، تدخل من طرف المدافع حمزة القراقي، الحكم كيقول كيطلب مواصلة اللقاء، كرة في الجريمة، عبد الكريم بعدي لعب الكرة طويلة، البحث على الشرقي البحري ولكن أقرب لأحمد رضا التقلوتي، بسرعة ليحيى جبران عميد الفريق. يحيى جبران لاعب اللي كيعطي توازن كبير على مستوى وسط الميدان رغم عدد من العروض اللي نهالت على يحيى جبران من فرق وأندية سواء عربية كذلك على المستوى الأوروبي، ولكن ارتعى أنه يواصل هذا الموسم رفقة فريق الوداد في وقت تواد المحاولة. تمريرة من ياسين البحيري للجهة اليمنى لبكر الهلالي، بكر الهلالي يرفع الكرة، فرصة رأسية، الرأسية ديال الشرقي البحري تمر جانبا، فرصة لفائدة فريق النهضة البركانية. تمريرة من الجهة اليمنى من بكر الهلالي، لاحظوا ردة فعل ديال المدرب عبد الحق بن شيخة، تابعوا العمل اللي قام به ياسين البحيري، مرر للجهه اليمنى عند بكر الهلالي، رفع الكره التقاء للكرفول الراسيه ديال الشرقي البحري اللي مركش في الكره الاخيره، وبالتالي الكره كتمر جانبا من مرمى الحارس احمد رضا التقنوجي، وبالتالي محاوله اللي انتزعت الصفقات ديال عبد الحق بن شيخه اللي كيعرف القوه ديال فريق الوداد ويعرف الخبره والتجربه ديال الفريق الاحمر في مثل هذه المباريات. مشات كرة في الجهة اليسرى، فرق والأندية الكبيرة تعيش دائما على ضغط النتائج والاستحقاقات المحلية والقارية، وكذلك البحث عن الألقاب لأنه كتلقى دائما مطالب مشروعة للجماهير وللأنصار، وهذه فرق كتكون شيء عادي متابعة إعلامية، كلها عوامل تحيط بالفرق والأندية القوية والكبيرة. كل مدرب عنده طريقة ديال الاشتغال ديالو بفكر فلسفة بمنظومة تكتيكية اللي كيحاول انها تتماشى أمجادية الفريق اللي كيقودوا اللي كيدربوا الإمكانات البشرية المتوفرة لترجمة كل الأفكار إلى نتائج إلى إيجابية وإلى ألقاب. الكرة في الجهة اليمنى اللي فايدة الفريق النهضة البركاني، عبد الكريم بعدي كضيع منه الكرة، استرجع اللاعب يحيى عطية الله، مشات كرة في الجهة اليسرى، حميد أحداد انطلاقة ديال حميد أحداد، ولكن هناك تغطية من إسوا فوضي، وصلت الكرة لحميد أحداد سديدة وتدخل حمزة القراقي. حميد أحداد اللي انطلاقات والبحث على الكرات من الجهة اليسرى، لاعب سابق الدفاع الحسن الجديدي ولفترة قصيرة رفقة الزمالك المصري ثم مع فريق الرجاء، كذلك حقق مع الرجاء القاب لقب العربي ولقب القاري. غادي تنفذ الشرط لفائدة فريق الوداد، كما قلت النهضة البركانية كيلعب الكأس السوبر الثانية بعدما كان واجه بالضبط 28 من شهر ماي 2021 فريق الأهلي المصري بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، كان واجه فريق الأهلي المصري نهزم بجوج صفر، هدفي محمد شريف وصلاح محسن، بالتالي يحاول انه خلال هذا الكأس ان يحاول يظفر بها، طموح مشترك مع فريق الوداد. اذا الشرط للنهضة البركانية، عبد الكريم بعدي كينفذ الشرط، ياسين البحيري مرة اخرى، عبد الكريم بعدي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، البحث عن التمريرات العرضية، تدخل وابعاد الكرة من ارسن زولا اللاعب والمدافع الكونغولي للعب لتيبي مازيمبي وكذلك لأكاديمية كاتومبي ولشباب المحمدية، كرة داخل منطقة الجزاء بواسطة لاعب ياسين البحيري وإبعاد الكرة من طرف جلال الدودي، حكم أعلن على خطأ أمامنا جلال الدودي،
الوداد الموسم الماضي كان عنده اكثر من لاعب اللي هدف كيم بيلزا اللي توج بهدف الدولي 16 هدف، كان الليبي مؤيد لافي جبران 3 ديال الاهداف، حتى التنزاني اللي كان غادر الفريق سيمون صوفا كان سجل 3 اهداف، مترجي هدفين، وداري وبنيشو والحسوني والجعدي وتسومو عبد الله حمود جوج ديال الاهداف، هدف واحد لباديعوك امين فرحان، وليد كارتي اللي انتقل لبيراميدز المصري، يحيى عطيه الله وشيخ كومارا. وبالتالي كل ما كان هناك اكبر من اكثر من لاعب اللي بامكانه ان يوصل للمرمى فهذا يكون في صالح الفريق وخصوصا في صالح المدرب. في الوقت اللي نهضر البركانيه كان تعلق ديال الكونغولي تشادراك سعودي الاهداف، كذلك الفحلي سعودي الاهداف، يوسفو دايو. كل ما كان هناك كره ثابته الا انه كيصعد من اجل البحث على الضربات الراسيه، سجل 3 اهداف الى جانب حمزه الكراكي، كذلك الزغودي المساوي ابراهيم البحراوي 7 ديال الاهداف، عظمه والعزيز وخيري وبكر هلالي سفيان مدن وكيسيندا كلهم كانوا هدافين للفريق. كره روح رياضيه كترجع الكره لفريق الوداد، احمد رضا التقنوتي كيلعب الكره طويله، يوسف ضايو، جلال الدودي، دودي كي بحث على لعيبه بديعوك، دي فرصه بواسطه لعيب سامبو، استرجع الكره تعود من ايمن الحسوني، ايمن الحسوني ولاحظوا العوده ديال ياسين بحيري، حمزه المساوي تمريره خاطئه وصلت لي تامبو، تامبو جونيور محاوله تسديد، تدخل الدفاع مره اخرى، جونيور رجع الكره ليحيى جبران، بديعوك من الجهه اليمنى، يحيى جبران تم تكسر الان بين لاعبين الفريق الوداد، ايوب العملود، امين ابو الفتح، ابو الفتح اللي منحو حسين عموته الثقه من جديد حتى انه يرجع لكتيبه فريق الوداد. جلال الدودي ترجع من جديد على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، ارسين زولا، يحيى جبران، ايمن الحسوني، امين ابو الفتح، كره طويله دي فرصه لبعض فريق الوداد ولكن ما تمكنش جلال الدودي من حصر الكره في الوقت اللي كانت المطالبه بالشرط لفائده الوداد. كيقول الدودي بانه لمس اللاعب عبد الكريم دي الكره بالراس، الحكم كان قريب من العمليه فاعلن على شرط لفائده فريق النهضه البركانيه. نتابع الصوره، فريقين كنقول انه بجيل جديد من اللاعبين ولكن المهم انه بهويه واحده بثوب واحد ثوب البطل، فريقين كيبحثوا على الالقاب، هذا مهم جدا ولما كنتحدثوا على الانجازات والبطولات فهذا يعني ان هناك دعم جماهيري كبير، وهذا كيكون في السراء والضراء داخل وخارج ارض الوطن، داخل الميدان وخارج الميدان، وهذا هو اللي تبعناه سواء مع الوداد او النهضه البركانيه. كرة خارج أرضية الملعب، فريقين كان عندهم كما قلت مواجهة في نهائي كأس العرش بعد ما صار اللي كان ناجح للفريقين، الوداد اللي كان تخطى كل من اتفاق المراكشي شباب المحمدية الرجاء الدور الربع وفتح الرباطي الدور النصف النهائي، وصل للقاء النهائي المدير الجدية اللي كان أول الفرق اللي واجه فريق النهضة البركاني في دور السدس عشر، ثم تخطى تخطى الدفاع الحسن الجديدي الجمعية المنصورية ويوسف برشيد الدور النصف النهائي، المباراة النهائية اللي انتهت في الوقت الأصلي والإضافي بصفر ليميتي وضربات الجزاء ابتسمت للنهضة البركانية اللي تمكن من الفوز باللقب الثاني. كرة خارج أرضية الملعب، 19 دقيقة دائما تعادل سلبي صفر ليميتيه بين الفريقين، مازال كنتظروا محاولة التسجيل، انتظروا عروض فنية بين الفريقين، كيبان بأن هناك صرامة تكتيكية في الوقت الحكم كيعلن الخطأ لفائدة الوداد، كانت تدخل أمام بديعوك، تدخل من حمزة الركراكي أو اللاعب حمزة المساوي، وليد بخير امام بديعوك، كره طويله الراسيه ولكن خارج عديد الملعب، الراسيه ديال ايمن الحسوني،
أمامنا جماهير فريق النهضة البركانية، جماهير كذلك الحاضرة بقوة في هذا اللقاء لمساندة فريقها. تمريرة اتجاه لاعب أيمن الحسوني، تابع هذه الفرصة بواسطة جلال الدودي، إمكانية التمرير عند حميد أحداد من الجهة اليسرى. حميد أحداد ينتظر احد اللاعبين، انطلاقه ديال احد اللاعبين، ولكن مقطع الكره اللي بادئه حمزه المساوي لبحث على المرتد الهجومي. تمريره من ياسين البحيري، تشادراك لوكومبو، كان تدخل امام ياسين البحيري، تبادل الفرصه، تمريره لبكر الهلالي وتدخل الدفاع لابعاد الخطوره. ممتاز ايوب العبلود، حاول يخرج الكره، تدخل كان امام يحيى جبران الحكم، خلى الامتياز مدام الكره دائما في يد فريق الوداد. ايمن الحسوني لايوب العملود، ايوب العملود لعب الكره هنيئا لكل الجماهير وكذلك الجماهير المغربيه على هذا التتويج، لانه كيبقى تتويج مغربي مدام الحضور بين النهضه البركانيه والوداد. اذا هنيئا للكره المغربيه على هذه الصوره وعلى هذه القيمه الكبيره والمضافه لكره القدم الوطنيه. بهذه الصور اشكركم، هذا هشام فرج احييكم، القاكم في مناسبة قادمة بحول الله.